هذا مو القادسية مالتنا للأسف، يعني أنه كنت أتمنى أن يتحملون المسؤولية اللاعبين ويقدرون هالجمهور اللي قاعد يحضر. مو قضية أنه يدفع تذاكر، بس قاعد يقعد على مدرجات ترابية وقاعد يتحمل. وأنا ما أعتقد، يعني أنا ماني بالرياضة حيل، لكن أنا كنت أتمنى هذا المدرب يقرأ المباراة من أول دقائقها. اليوم بدر مطوع ما قناة عنه، بدر تحرك ويا بوغول، الرياح تنزل آخر شيء. في أشياء أنا أعتقد أن على مجلس إدارة أن فعلا يتعامل مع هذا النادي وهذا الفريق صح، بحيث أنه ترى هذا القادسية، يعني هذا مثل ما يسمونه نادي قادسية وطن، فهكذا تتعامل مع هذا الوطن. أرجو تعديل أمور كثيرة بهالوطن، عدلوا شارع مبارياتكم على الأقل.